السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد، تنتمناو أحر المتمنيات للأمة الإسلامية جمعاء. فعودناكم دائما أنه يوم الجمعة تنديروا لقاءات مع أطباء أخصائيين، فارتأينا أنه بمناسبة شهر رمضان الكريم أننا نديروا واحد 4 حلقات مع الأستاذ الباحث في الدراسات الإسلامية عبد المجيد أمزال، والمحور غادي يكون ما مكانة الطب في الإسلام. فدائما تنهضروا على الأطباء الأجانب لأنهم يعني تياخذوا جوائز نوبل، ولكن علاش ما نرجعوش للتاريخ ديال الإسلام ونعرفوا شكون هما الأول والسباقين في هذا العلم هذا. فتنتمنوا أنكم تكونوا إن شاء الله في الموعد. الموعد دائما غادي يكون يوم الجمعة على الساعة 8 بعد صلاة المغرب إن شاء الله. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.